عنوان كبير وعريض على أجمل شواطئ العالم. تامر حسني يفتتح حفلات النجوم بالعالمين الجديدة في مهرجان العالم عالمين. هذا المهرجان الذي انطلق في 13 من يوليو الجاري والمستمر حتى الشهر أغسطس المقبل. نتحدث عن أكثر من 6 أسابيع من الحالة الفنية السياحية الترفيهية الثقافية المختلفة، ونحن الآن في داخل موقع في واحدة من أهم هذه الحفلات، الحفل الذي سوف ينطلق اليوم عند 9 مساء للفنان تامر حسني. هذا الحفل أولى حفلات النجوم هنا في مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع. هذه المدينة التي أصبحت الآن مقصد وواجهة لكافة الزوار سواء مصريين وغير مصريين، خاصة من خلال هذا المهرجان الذي يأتي لمدة تجاوزت 40 يوم حتى 26 من أغسطس المقبل، ليكون مصدر من مصادر الترفيه والجذب السياحي لهذه المدينة. عن الاستعدادات الخاصة باليوم وحفل اليوم الذي ينطلق عند 9 مساء، من خلفي الآن تم وضع اللمسات النهائية الخاصة بأجهزة الصوت وأيضا شاشات العرض والإضاءة وأيضا توزيع المناطق والمساحات الخاصة بالجمهور وتقسيم الجمهور إلى 4 فئات. لو تحدثنا عن هذه الفئات المختلفة سواء من جمهور وأسر وأيضا أماكن VIP وغيرها من المواقع، وكما نسمع الآن ويحدث من خلفي اللمسات النهائية والأخيرة لأجهزة الصوت وغيرها والإضاءة استعدادا لانطلاق حفل الفنان.